بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الأسبوع القادم عن مقدمات متعلقة بالمواريث، وأخذنا في المحاضرة السابقة الحقوق المتعلقة بالإرث، ثم شرعنا في بعض المقدمات المتعلقة بالإرث وهي أسباب الإرث. ذكرنا أن أسباب الإرث ثلاثة. اليوم نذكر أركان الإرث. أركان الإرث، فأقول إن للإرث ثلاثة أركان. الركن الأول مورث، الركن الثاني وارث، الركن الثالث موروث أو حق موروث. الركن الأول المورث هو المتوفى، هو الشخص الذي قد مات، ثم أتى أولاده أو ورثته وطلبوا ذلك الإرث. الركن الثاني هو الوارث، يعني عندنا مورث اللي هو الميت، وعندنا وارث وهو من يعقب المورث بعد موته ويرثه كابن الميت أو زوج الميتة إن كانت المتوفاة ميتة ونحو ذلك، وحق موروث. وهذا الموروث هو ما يرث الورثة من تركة مورثهم، إن لم تكن الميت تركة أو لم تفي تركته بحق الورثة لم يحصل الإرث. هذه هي أركان الإرث، يعني مثل أركان البيع أو أركان النكاح. يعني البيع الآن لا يمكن أن يقوم إلا ببائع ومشتري وسلعة. يعني لو جاء شخص وقال لا حصل البيع ولا يوجد هناك لا بائع ولا مشتري ولا يوجد سلعة، نقول لم يقم. كذلك مثلا أركان الصلاة، لو أتى شخص قال قد صليت وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام ولم يقرأ الفاتحة ولم يركع ولم يسجد، نقول أنت لم تأتي بالأركان. الأركان هو الذي يقوم عليه الشيء. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. فالركن في تعريفه يقولون هو ما يتوقف عليه قسمة المواريث، ويقولون أن الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى. بعد ذلك نشرع في شروط الإرث، نشرع في شروط الإرث. فأقول إن شروط الإرث ثلاثة، أحدها متعلق بالمورث، وثانيها متعلق بالوارث، وثالثها بقاسم التركة. الشرط الأول ثبوت موت المورث حقيقة أو حكما. انتبهوا لها يا إخوة، وبعضكم سألني عنها. ثبوت موت المورث حقيقة أو حكما. حقيقة يعني يكون هذا الشخص ميت، حكما يحكم عليه بالموت وإن كنا لم نتيقن يعني موته 100%. مثلا الشخص المفقود، المفقود له أحكام متعلقة به في الفقه قد تكون مرت عليكم، أنا تكلمت عنها في محاضرة سابقة. لو فقد شخص ذهب إلى مكان وظاهر ذلك المكان الهلاك، فيه إعصار، فيه شيء، أو قد قيل أن تلك البلدة قد بادت كلها بسبب مثلا وباء أو بمرض أو بشيء أو بإعصار، فلم يأتي هذا الشخص وله مال وله ورثة، فهنا نقول قد مات حكما. ليس هو حقيقة قد رأيناه، الحقيقة أنك رأيته أو أحد رأى وأخبرك به، لكن حكما أنت لم يأتيك الخبر اليقين بأنه ميت. ويمثلون له ويقولون أن القاضي يحكم على الشخص بالموت إذا فقد فترة طويلة، ولهم يعني طريقة في تحديد هذا الشيء. ما هو الدليل على هذا الشرط؟ عندما نقول شروط الإرث ثلاثة، ثبوت موت المورث، ما هو الدليل؟ قالوا تعالى إني امرؤ هلك، يعني في سورة النساء إني امرؤ هلك ليس له ولد إلى آخر الآيات. فهذه تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا بد من موت أو تحقق موت المورث، وموت وإما يكون بالحقيقة أو يكون حكما. ويحصل تحقق الموت بها ثلاثة أمور، إما المعاينة ترى أو الاستفاضة يستفيض أن هذا الشخص قد مات، أو شهادة عدل عليه. الشرط الثاني من شروط الإرث ثبوت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، لا بد أن يثبت
انتبهوا يا اخوة، لابد ان يثبت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة حقيقة او حكما. اسمعنا، ان يثبت حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظة، يعني يكون المورث مات قبل الوارث. خلينا نقول ان مات، حصل حادث ومات مثلا المورث والوارث، كيف حكمت ان هذا ايش وارث لهذا وهم ماتوا في حادث واحد؟ تقول مثلا هذا المورث قد مات مثلا في الساعة السابعة، والمورث او عفوا الوارث قد مات مثلا في الساعة الثامنة، او مثلا حصل لهم حادث ومات احدهم، مثلا الاب مات في نفس الحادث والابن نقل الى المستشفى ومكث مثلا عدة ايام ثم مات، ونحن الى الان من نقسم التركة. فالابن هذا الذي ذهب به الى المستشفى، هذا الان تحققنا حياته بعد موت المورث. ارجو ان تكون هذه واضحه. وهم يقول ايضا تحقق او ثبوت حياه الوارث بعد موت مورثه ولو لحظه حقيقه او حكما. ما معنى حكما هنا؟ يعني قبل شوي قلنا ثبوت موت المورث حقيقه او حكما، قلنا حكما هو ان يحكم القاضي عليه بالموت كالمفقود. ما هو معنى هنا حكما؟ يمثلون لها بالحمل، يقولون إذا مات شخص وله حمل وله تفاصيل وطريقة حسابية في حسابها، لكن الشاهد أن لو مات شخص مثلا وله حمل، الحمل لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى، ويختلف من ميراث الذكر عن الأنثى، وقد يكون شخصا، قد يكون شخصين، قد يكون ابن وبنت، قد يكون ابنين، قد يكون بنتين. فهنا الحامل يعتبر حيا، مع أنه قد يخرج ميتا، صح ولا لا يا إخوة؟ قد يخرج يعني ويكون ميتا، لكننا نحكم له بذلك ونقول أنه ممن إيش ثبوت حياته، يعني نحكم بحياته حكما وليس حقيقة، أنه قد يخرج ميتا وله طريقة في التوريث اللي هو الحمل. الشرط الثالث او عفوا الدليل على هذا الشرط اللي هو ثبوت حياه الوالد بعد موت الوارثه، قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اين الشاهد؟ اللام للذكر، اللام لام التمليك، والتمليك لا يكون الا للحي، لا يكون التمليك للميت. الشرط الثالث من شروط الارث العلم بالمقتضي للارث، لابد ان نعلم المقتضي للإرث أو ثبوت المقتضي للإرث، يعني ما هو السبب الذي جعلنا أن نورث هذا من هذا، يعني لابد، وهذا يتعلق بالقاضي أو بالمحاسب أو بالقانوني الذي يقسم التركة. فلابد أن تعرف، يعني لو توفي شخص وله مثلا، خلينا نفرض له جد من أبيه وجد من أمه وله ابن وله بنت، الآن من الذي سيرث؟ الجد من جهة الأم ليس من الوارثين لا بالفرض ولا بالتعصيب. فلو أتى شخص وقال أنا سأعطي الجد من الأب والجد من الأم كلاهما جد، أقول لا، أنت الآن اختل عندك شرط من شروط الإرث وهو العلم بالمقتضي للإرث. أنت لماذا ورثت هذا اللي هو جد من جهة الأم؟ أبو الأم، أبو الأم ليس من الوارثين لا بالفرض ولا بالتعصيب، وإنما هو من الوارثين بذي الرحم أو بالرحم. ومن شروط الإرث بالرحم أن لا يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، وهذا سيأتي تفصيله فيما بعد. الشاهد من كلامي هذا أن لابد في يعني في الإرث من شرط، وهو أن يكون القاسم عالما بمقتضى الإرث، يعرف أن هذا يرث أو لا يرث. يعني الآن ابن الابن يرث، ابن الابن يرث، لكن ابن البنت لا يرث. ابن الابن هذا منك وينتسب إليك، أما ابن البنت فهو ينتسب إلى يعني أبيه، فهو ليس من الوارثين. لابد أن تعلم هذا الشيء. وبذلك ننتهي من شروط الإرث، وهي ثلاثة شروط. الشرط الأول حياة الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما. الشرط الثاني موت المورث حقيقة أو تقديرا أو نقول حكما. الثالث العلم بسبب الإرث. لو جاء شخص وقال
يعني بعد أن انتهينا من أركان الإرث وشروط الإرث، ونحن في المحاضرة الماضية تكلمنا عن أسباب الإرث، وذكرنا أن من أسباب الإرث النكاح والولاء، النكاح والولاء والنسب. فجاء شخص مثلا قال هل الصداقة توجب الإرث؟ يعني لو كان هذا صديقا لهذا لعدة سنوات، 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة، درس معه في الابتدائي والثانوي ونحو ذلك، وعاش معه فترة من الزمن، فهل يعني يحق له أو يعني يكون مقتضيا للإرث؟ نقول لا، أسباب الإرث 3 وشروط الإرث 3 وأركان الإرث 3، فيوجد هناك شيء آخر ممكن أن يدخل فيه. أحب أن أنبه إلى أمر، وهو في أسباب الإرث عندما تكلمت عنه في المحاضرة السابقة. أسباب الإرث تكلمنا عنها وهي نسب ونكاح وولاء. النسب هم القرابة، وهي الصلة بين اثنين سببها ولادة قريبة أو بعيدة. والقرابة تنقسم إلى 3 أقسام: فروع وأصول وحواشي. أنت إما لك أصول أو فروع، فروعك وحواشي. الفروع هم الذين ينتمون إلى الميت في ولادته إياهم، والوارثون منهم. من الذي يرث من الفروع؟ فروعك أنت، أبنائك وبناتك، وأبناء أبناء أبنائك، وأبناء أبناء بناتك. من الذي يرث؟ نقول الوارثون منهم هم أولاد الميت، أولاد الميت. طبعا انتبهوا لهذا المصطلح يا إخوة، إذا قلنا ولد فيشمل الذكر والأنثى، خلاف الاصطلاح العام أو الذي تعرفنا عليه، أن إذا قلنا مثلا هذا فلان قد ولد له ولد فنعني به الذكر، لا. في المواريث إذا أطلق لفظة الذكر، أو عفوا إذا أطلق لفظة الولد، فهو يشمل الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، فسر الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا الذكر والأنثى داخل في مسمى الولد. فانتبهوا لمثل هذا الأمر. إذا نرجع إلى ما ذكرنا، نقول أن النسب هم القرابة، والقرابة تنقسم إلى 3 أقسام: فروع وأصول وحواشي. والفروع هم الذين ينتمون إلى الميت في ولادته إياهم، والوارثون منهم. من الذي يرث منهم؟ انتبهوا، أولاد الميت ذكورا وإناثا، وأولاد بنيه. وإن نزلوا أولاد بنيه، يعني ابن ابن، مثلا ابن ابن ابن، بنت ابن ابن، ما زالت أولاد بنيه. أولاد ما قال أبناء بني، أولاد يشمل الذكر والأنثى، لكن القديم منك لابد أن يكون ذكرا، بمعنى لو كان أنثى فأولادها ليسوا من الوارثين ها هنا، ليسوا يعني سببا داخلون في الإرث. مثلا ابن البنت هل هو من الوارثين؟ أجيبوا يا أخوة، أولاد البنات مثلا ابن البنت أو بنت البنت، لو فرضنا أن شخص مثلا عنده ابن بنت بنت، هل هم من الوارثين أم لا؟ أحسنت، ابن البنت لا ترث، لا يرثون. أحسنتم. بعد ذلك إذا فهمتم ما معنى الفروع أو ما الذي يدخل في الفروع. انتبه، عندما نقول مثلا توفي شخص وله ابن ابن وله مثلا، أو عفوا نقول مثلا توفي شخص وله بنت ابن وله بنت بنت، بنت البنت هذه لا ترث، ليست من الورثة من بالأب الحر ولا بالتعصيب، فليست سببا للإب. أما بنت الابن فهي وارثة. بعد ذلك ندخل في الأصول، والأصول هم الذين ينتمي إليهم الميت بولادتهم إياه. الأصول أصولك كأبيك وجدك، هم الذين ينتمي إليهم الميت بولادتهم إياه، والوارثون منهم. من الذي يرث من الأصول؟ أبو الميت وإن على بمحض الذكور. انتبهوا لهذه العبارة، وإن على بمحض الذكور، يعني لا بد أن لا تتخلى له أنت. تقول مثلا الجد الرابع والخامس كلهم بمحض الذكور، كلهم ذكور، أب 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 الأب، يعني جد جدك مثلا وكلهم عن طريق الذكور. فلو كان مثلا أب
أم الأب هذا لا يدخل هنا، فتخللته أنثى، ونحن نقول بمحض الذكور. قال وإن على بمحض الذكور، فالأصول هم إيش الذين ينتمي إليهم الميت بولادتهم إياه، والوارثون منهم أبو الميت وإن على بمحض الذكور، وأم الميت وإن علت بمحض الإناث. أم الميت ثلاثة من الأصول، وأمها كذلك قال بمحض الإناث، أي لا يتخللها ذكر. فمثلا جدك لأمك، أمه هل هي ترثك أم لا؟ أيها الأخوة، أحسنت، لا ترث، أحسنت. إذن ونقول أم الميت وإن علت بمحض الإناث، وأم أب الميت وإن علت بمحض الإناث، أيضا أم أب الميت وإن علت بمحض الإناث، وهذا سيأتي تفصيله في باب الجدات. عندنا من القرابة يدخل فيهم الحواشي، وهم الذين ينتمون إلى من ينتمي إليهم الميت. بعد ما انتهينا من الفروع الأصول يا إخوة ويا أخوات، الأصول هم الذين فوقك، والفروع الذين هم تحتك. الحواشي هم من بجانبيك، وندخل فيهم الإخوة والأعمام بتفاصيل. الذين يرثون من الإخوة والأعمام، عندنا الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب أو لأم، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب فقط. يعني أبناء الإخوة لأم هؤلاء لا يرثون، انتبهوا. وعندنا الأعمام، الأعمام الأشقاء والذين لأب فقط، أما الأعمام لأم لا يرثون. ومن بنوهم من الذي يرث، أو من بنيهم من الذي يرث؟ الأعمام، أبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام الذين هم لأب. فبناء عليه من الحواشي، لو جينا وقلنا أبناء الإخوة لأم يرثون أو لا؟ لا يرثون. العمات يرثون أم لا؟ لا يرثون، ولا أبناءهم لا يرثون شيئا. والأعمام لهم لا يرثون، وفروعهم أبناءهم وبناتهم. زين، نأتي إلى بنات الأعمام. إحنا نقول أبناء الأعمام الأشقاء، أو أبناء الأعمام لأب بناتهم لا يرثون، إلى آخره. كذلك بنات بنيهم لا يرثون. هذا ما أحببت التنبيه عليه فيما يتعلق بأسباب الإرث، وأيضا يدخل في أسباب الإرث النكاح، وأتكلم عنه في المحاضرة الماضية، وهو عقد النكاح الصحيح شرعا، وإن لم يحصل بعده وطء ولا خلوة. يعني مجرد عقد النكاح، انتبهوا يا أخوة، لو عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها ولم يجلس معها ولم يحصل بينهما شيء ولم يرها، عقد عليها، قال أبوها مثلا زوجت، وقال الزوج قبلت، وبعد يوم أو يومين ولو لم يترأيا مات أحدهما، فإنه يرث الآخر. بعد ذلك أيضا من الأمور المهمة المتعلقة بين الزوجين أو فيما يتعلق بالنكاح، المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية، انتبهوا يا إخوة، المطلقة الرجعية يعني رجل طلق امرأة طلقة واحدة أو طلقتين وهي ما زالت في العدة، فإنها لو مات أحدهما عن الآخر كلاهما يرث الآخر، لأن العلماء يقولون إن الرجعية زوجة، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات. بعد ذلك نشرع في موانع الإرث. موانع الإرث، ما هو الشيء الذي يمنع
الإرث. يعني بعد أن ذكرنا شروط الإرث وأركانه وأسبابه، هناك موانع لذلك الإرث، فما هي موانع الإرث؟ المانع الأول ذلك يقول الناظم، يقول ما يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رفق وقتل واختلاف ديني. أفهم فليس الشك كاليقين، هي ثلاثة أمور. يعني بالمناسبة أن هذه صارت من حظ المتعلم، أن كانت أركان الإرث ثلاثة وشروطه ثلاثة وأسبابه ثلاثة وموانعه ثلاثة، فهي أسهل في الحفظ. المانع الأول الرق، أو قبل ذلك نبين معنى المانع وهو موجود عندكم في الحلقات المرئية لكن نبينه على وجه السرعة. قال: هو السبب الذي يحول بين الوارث وإرثه من قريبة. السبب أو الشيء الذي يمنع من الإرث بين القريب وقريبه، وهي ثلاثة أمور: الرق، الرق، والرق كون هذا الوارث عبدا، كونه عبدا مملوكا يباع ويشترى ولا يتصرف ولا تصرف له في نفسه. ومن أدلة الدالة على أن الرقيق لا يرث قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ووجه الاستدلال أن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، فدل على أن المال الموروث ملك للوارث، والرقيق لا يملك، أو رقيق لا يملك، وكل أمواله ملك لسيده فلا يرث. إذا كان لا يملك فهو لا يرث، فلو ورث لا ذهب ماله إلى سيده. أنتم لاحظتم الحكمة في عدم توريث الرقيق، الحكمة في عدم توريثه أنه لو ورثناه لذهب ماله إلى سيده، فما استفاد منه؟ والمقصود من الإرث أن يستفيد منه قريب، فهذا الرقيق وإن كان قريبا لشخص آخر قد مات إلا أن هذا المال لن يستفيد منه هو، بل سيستفيد منه سيده. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة الدالة على أن الرقيق لا يرث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا له مال فماله للبائع لا يشترط المبتاع. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن المال للبائع ملك وليس للعبد شيء، فدل على أن الرق مانع للإرث، إذ كيف يرث وهو لا يملك. المانع الثاني من موانع الإرث القتل، القتل وهو كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. والقتل هو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. المانع الثالث اختلاف الدين، ومعناه أن يكون الوارث على غير دين المورث، اختلاف الدين فيما بينهما. ويستدل لكونه مانعا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأيضا ولأنه إذا اختلف الدين انقطعت الصلة بينهما شرعا، ولهذا قال الله لنوح عن ابنه الكافر: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذه موانع الإرث. إذا موانع الإرث كم أيها الإخوة؟ ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. وفي قولنا القتل الذي يترتب عليه قصاص أو دية أو كفارة، لعل مر عليكم موضوع القتل أو ما يتعلق بالجنايات، متى يجب القصاص؟ متى يجب القصاص؟ متى يحصل؟ إذا كان عمدا، أحسنتم، إذا كان عمدا. والدية أو الكفارة تكون إذا كان غير عمد. وبعد ذلك نشرع فيما يتعلق بالوارثين
من الذكور أو الوارث من الرجال، والوارثون من النساء ببيان أعدادهم. ثم بعد ذلك نبين الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا وأنواع الإرث وبيان أقسام العصبة. أقول إن الوارثين من الرجال عددهم باختصار 10، وإذا بسطنا الكلام فيهم وفرعنا يكون أعدادهم 15. عندنا الوارث من الرجال الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق، هذه على شكل الإجمال، لكن لو فصلنا فيها نقول الابن وابن الابن هؤلاء فروع. وعندنا الأب والجد، الجد من جهة الأب، انتبهوا أيها الإخوة، كما تكلمنا قبل قليل أن الجد من جهة الأم ليس من الوارثين. عندنا بعد ذلك الأخ، الأخ يشمل الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. وعندنا ابن الأخ، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأم، عفوا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم فإنه ليس من الوارثين. بعد ذلك عندنا العم، يدخل في العم العم الشقيق والعم لأب، وهما أيضا من الحواشي. وعندنا ابن العم الشقيق وابن العم لأب، يعني لو تلاحظون كل هؤلاء من النسب. أين النكاح؟ نقول حين أسباب الإرث نكاح ولا ونسب، كلها أكثرهم هؤلاء من النسب. النكاح من هم الذين يرثون في النكاح من الذكور؟ هو الزوج. وأما الولاء فهو المعتق. لو لاحظتوا في أسباب الإرث جميعهم بالنسب ما عدا الزوج فهو بالنكاح، وأما المعتق فهو بالولاء. ولو لاحظتم في الأعمام الذين هم حواشي، العم لأم وابن العم لأم وابن الأخ لأم لا يرثون. انتبهتم أيها الإخوة في هؤلاء؟ انتبهتم لهؤلاء الوارثون من الرجال؟ إذا عندنا فروع وعندنا أصول وعندنا حواشي. نأخذ هذا السؤال فيما بعد. نأخذ هذا السؤال. أنا ثاني سؤال يقول إيش يعني شقيق؟ الأخ الشقيق هو الأخ من الأب والأم. الأخ يعني إذا قلنا الأخ الشقيق يعني لو كان أبي متزوجا بزوجتين وله أبناء من هذه الزوجة وأبناء من هذه الزوجة، ماذا يقول هذا لهذا؟ يقول له أخ، لكن هل هو أخ شقيق من أبيه وأمي، أي أن الأب والأم كلاهما واحد، أو أن الأم مختلفة والأب واحد؟ إذا اتفقا في الأب فهما إخوة لأب، وإذا اتفقا في الأم فهم إخوة لأم. كذلك العم ابن العم الشقيق، المقصود أنه عم شقيق بينه وبين أبيك. يعني إحنا مثلنا الآن علي مثلا أنا ومع أخي، لكن لو مثلنا مثلا على أبيك مع عمك، هل أمهما واحدة؟ أي جدتك واحدة أم أبيك؟ ها؟ هل هي نفسها التي ولدت عمك أو له أم أخرى؟ أرجو أن يكون هذا واضح. هل اتضح هذا السؤال؟ أو هل اتضح؟ الحمد لله. يعني هي نفسها أيها الإخوة، يعني أنت ويا أخوك، وأيضا أبوك مثلا مع عمك وإخوان. الحمد لله.
هذه هم الوارثون من الرجال. إذا كان هناك سؤال يا أيها الأخوة ويمكن نحن نؤجله، نؤجله إلى نهاية المحاضرة، لم يتبقى في المحاضرة إلا اليسير لمن أراد أن يسأل بعد المحاضرة لكي لا يحصل التشتت في الشرح، وكذلك للبقية لا يحصل لديهم يعني اختلاط في بعض المعلومات. عندنا الوارثون الوارثات من النساء، الوارثات من النساء هن سبع على شكل الاختصار، ومع البسط والتوضيح والانبساط تكون عشر. احنا ليش نقول مثلا هنا في الاختصار لها عدد وفي البسط عدد؟ ليش نقول يا اخوة اخوات، لماذا نقول مثل هذا الامر؟ الحين عندما تختصر مثلا في الورثة من الرجال تقول الاخ يشمل اخ شقيق والاخ لاب والاخ لام، هم حد واحد على شكل الاجمال، وعند التفصيل صاروا كم؟ ثلاثة. واضح يا اخوة؟ أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. ويمكن أنك تحفظ، يعني أنا أودي أن كل واحد يكون له طريقة في حفظ هؤلاء. يعني مثلا الآن يعني عدوا معي يا إخوة، اللي جينا مثلا نبي نطلع الوارث مثلا من الرجال قبل أن نشرح في الوارث من النساء، عندنا الابن وابنه، ها طحنين، والأب وأبيه اللي هو الأب والجد، الأب وأبي هذا الآن أربعة، وعندنا الأخ ثلاثة، ها ثم الأبناء والأخ عندنا اثنين، أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ الأب. نفس الكلام في الإخوة الأشقاء، أو عفوا في الإخوة نفسه في الأعمام، لكن عندنا العم الذي لأم هو الذي لا يعرف، هذا اللي يفترق بينه وبين الإخوة. العم تقول الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هذا انتهينا الآن من أكثر الورث من الرجال، بقي معنا كم؟ اثنين، بقي اثنان، الزوج والمعتق. صح انتبهوا يا أخوة. عندنا يا أخوة الآن نشرح في الورثات من الإناث، وهن على وجه الاختصار سبع، وعند التفصيل يكونون عشر. الورثات من النساء عندنا البنت وبنت الابن، ها البنت وبنت الابن. زين بنت البنت ما رأيكم؟ بنت البنت ما تعرف، احسنتم، هي ليست من الوارثين. قلنا في عندما نتكلم عن القرابة قلنا الفروع، ما الذي يرث؟ الأولاد وأولاد البنين وأولاد بني البنين. وتماشي يعني لابد أن يكون، لو تلاحظ لابد أن تتسلسل الابن، ولا يدخل بينهم إيش؟ لا يدخل بينهم أنثى. يعني الآن مثلا نكمل ولعلنا نعيد شرحها في نهاية المحاضرة. عندنا وارث من النساء قلنا البنت وبنت الابن، ومن الأصول ها أيها الإخوة الأم والجدة والجدات، لهم طريقة في التوريث، وفيهما خلاف بين العلماء، لكن أشهرهم أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، لهم طريقة في التوريث، سيأتي الكلام عليهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وأيضا قلنا من ورث من النساء؟ البنت وبنت الابن والأم والجدة، الأم وأمها، طبعا أمها أو أم الأب أو أم أبي الأب. وعندنا الأخت، الأخت عندنا الأخت شقيقة أو لأب أو لأم. وعندنا بذلك نكون قد انتهينا من النسب، الوارثات من النساء بالنسب أو بالقرابة. بعد ذلك عندنا النكاح، ما هو؟ من الذي ترث بالنكاح؟ الزوجة، أحسنتم، ها؟ وبعد ذلك عندنا ها؟ بالولاء، من هي؟ المعتقة، أحسنتم. إذن عندنا الوارثات من النساء
سبع على وجه الاختصار، البنت وبنت الابن والام والجده والاخت والزوجه والمعتقه، وعلى وجه البسط نقول البنت وبنت الابن والام والجده من جهه الام ومن جهه الاب، والاخت شقيقه او لاب او لام، والزوجه والمعتقه. عندنا بعد ذلك يعني لو فرضنا الآن، احنا ذكرنا الآن الوارثات من النساء، العمات هل هن وارثات؟ العمة أخت الأب هل هي وارثة؟ العمات العمات أيها الإخوة، أحسنتم، لا يرثنا. بنات العم هل يرثنا؟ بنات العم لم نذكرهن في من هي المعتقة؟ يعني إحدى الأخوات سألت عن المعتقة، من هي المعتقة؟ المرأة التي مثلا لديها جارية مثلا واعتقتها ثم ماتت تلك الجارية، يعني عندها جارية ثم اعتقتها، أما اعتقتها ثم ماتت فإنها ترث. وبعد أن انتهينا من هذا من الوارثة من الرجال والوارثات من النساء، أحب أن أبين أمرا مهما، انتبهوا أيها الإخوة، هذا قد يقع فيه اللبس، وهو أننا ننظر إلى القرابة أو إلى الوارثين من جهة الميت يا إخوة، ننظر إليه من جهة الميت لا علاقة لي بهم. يعني لو واحد مثلا مات أبوه وعنده أم، ها مات الأب وجاء هذا الشخص هذا الولد هذا الابن، وموجودة أمه وموجودة مثلا أخته وموجودة جدته أم أبيه، فمن الورثة الآن؟ ها من الورثة؟ مات هذا الأب، مات رجل اسمه صالح، ها وعنده ولد اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن عنده أخت وعنده أم وعنده جدة من جهة أبيه، ها أو خلنا نأخذ أنه لا يوجد لديه جدة مثلا من جهة أبيه، لديه مثلا عم يعني أخ لهذا صالح، فمن الوارث هنا الآن؟ الذي يرثه هي يعني كيف الآن ما خفية المسألة؟ هل تأتي وتقول مثلا يجي هذا الشخص عبد الرحمن هذا الولد ويقول يا شيخ ترى توفي أبوي، قال من الورثة؟ قال عنده أخت وعنده أم، ها يقول عنده أخت وما وتوفي عن عنده بنت، هي أخت بالنسبة لك أيها السائل، أنت ما تسمع يا إخوة، وعنده قال وعنده أم، هو يقصد أن عنده زوجة اللي هي أم عبد الرحمن، أنت هو أيها الإخوة، هذه يحصل فيها الخلل، خاصة الذي يأتي ويسأل المشايخ أو يسأل القضاء أو يسأل المفتين، يأتي ويتكلم عن نفسه. أنت يعني هؤلاء الأحياء بالنسبة لك يختلفون عن نسبتهم إلى الميت، فهذا عبد الرحمن عنده أم، أمه بالنسبة للميت زوجة وليست أم، وميراث الزوجة يختلف عن ميراث الأم، فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر، ينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. بعد ذلك نشرع في ذكر أنواع الإرث. أنواع الإرث كيف يكون الإرث؟ يعني مثلا رجل توفي أو مات وله مال، كيف يعني نورث؟
هل نقول هذا له مثلا نصف، هذا له ربع، هذا له الباقي، هذا له مثلا ما تبقى؟ نقول الإرث إما أن احنا نعطي إرث بشكل معين أو بمقدار معين أو بغير مقدار معين، نقول له الباقي اللي بيبقى، عاد ما ندري شو اللي يبقى. واضح أيها الإخوة؟ الإرث إما أن يكون بالفرض أو يكون بالتعصيب، والإرث بالفرض هو الذي يرث بماذا؟ نصيبا مقدرا شرعا، كمن يرث الربع أو النصف أو الثمن أو الثلث أو الثلثين أو السدس، كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وعندنا وارث بالتعصيب وهو الذي يرث لكن بغير تقدير، ربما أخذ جميع المال، نقول بغير تقدير. ماذا ذكر شخص عنده ابن فقط، خاص بيأخذ جميع المال، لكن لو كان عنده ابن وعنده زوجة، الزوجة ستأخذ حقها المعين والمقدر، ثم ما تبقى سيأخذه الابن. إذا هنا الابن اختلف إرثه، مرة يأخذ هو بيأخذ إيش يعني بشكل غير معين، بشكل غير مقدر. فعلى حسب، إن كان هناك ناس ولدوها وسيأخذ الباقي، إن كان ما في أحد ولد هو بيأخذ المال كله. والدليل على هذا قول المسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فذي أولى رجل ذكر. فالباقي ليس مقدر، ما ندري كم يبقى، يمكن يبقى النصف، يمكن يبقى الربع، يمكن يبقى شيء يعني نسبة بين النصف والربع، ثلث مثلا أو الخمس أو السدس أو السبع، ما ندري كم يتبقى بعد ذلك التوريث. إذا الإرث عندنا إما بالفرض أو بالتعصيب. بالفرض هو أن يكون لها مقدار معين، وبالتعصيب أن لا يكون لها مقدار معين، يأخذ الباقي أو يأخذ المال كله إن لم يكن هناك وارث بفرض آخر. ويعني يدخلون بعض العلماء هنا في أصناف الورثة أو في أنواع الإرث ذو الرحم، لكن في الغالب أنه إذا قلنا مثلا هذا يرث أو لا يرث، المراد أنه هل يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب، لا نتكلم عن الرحم، لأن الرحم بابه واسع ولا ينتهي. يعني إذا جينا قلنا الخالة هل هي من الوارثين أو ليست من الوارثين، انتظر إلى الفرض والتعصيب، لا تنظر إلى الرحم. شو المقصود بالرحم؟ يعني لكي أوضحها أيها الإخوة، عندنا الإرث الوارثون يرجعون وارثون من النساء الذي مروا معنا، إن الابن وابنه أو البنت و بنت الابن والأم والجد، هؤلاء كلهم إيش يرثون؟ يا إما بالفرض أو بالتعصيب. في شيء في أصناف لم نذكرهم، تذكرون من الخالة هل ترث ولا ما ترث؟ الخالة لا ترث، لأنها لا ترث لا بالفرض ولا بالتعصيب، لكن ممكن أن ترث بماذا؟ بالرحم. ومتى يرث ذي الرحم؟ لا يرث إلا إذا عدم صاحب الفرض وصاحب التعصيب، وسيأتينا هذا الأمر. عندنا بعد ذلك الفروض المقدرة في كتاب الله جل وعلا، وهي ستة. الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. عندنا النصف ونصف. وش نصف النصف؟ ما هو نصف النصف؟ الربع. وما هو نصف الربع؟ الثمن. انتهينا، يعني عندنا النصف ونصفه ونصفه، أو نقول النصف ونصفه ونصف نصفه. وعندنا الثلثين ونصفه، كم نصف الثلثين؟ الثلث. ونصف الثلث كم؟ السدس. وكلها واردة في كتاب الله، كما قال الله جل وعلا في النصف: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والربع ولهن الربع مما تركتم، والثمن فلهن الثمن مما تركتم. وعندنا الثلثين: فكن النساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، والثلث قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وعندنا السدس: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. بذلك نكون انتهينا من هذه المقدمات المتعلقة بالإرث، وذكرنا الوارثين من الرجال والوارثين من النساء وأنواع الإرث والفروض المقدرة في كتاب الله. نشرع فيما بعد في ذكر أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثين وأصحاب الثلث وأصحاب السدس، وإن شاء الله ستكون في المحاضرة القادمة. أتمنى من الجميع أن يحضر لهذه المحاضرة القادمة، وهي تحتاج إلى حفظ وفهم وكثير، وهي كثيرة الشروط، فلا بد من تحضيرها وفهمها واستيعابها ليسهل الشرح، ولأنها تحتاج إلى تطبيق.
فهي ليست امرا نظريا، فما تقدم هو امر نظري، لكن ما سياتي هو عمل تطبيقي يتبين به من فهم النظري ام لا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من لديه سؤال الان فليتفضل. نعم، لديه سؤال أيها الأخوة. نحن انتهينا من المحاضرة. من لديه سؤال فليتفضل. أيضا أتمنى أيها الأخوة التفاعل في المنتدى، فإنني سأطرح بعد كل درس سؤال أو سؤالين أو أكثر أو أقل، ويتم الإجابة عليها بإذن الله. هذه تقول دكتور ايش يعني بينونة؟ البينونة هي الانفصال، قلنا هذا مثلا مباينة او باينة، هذا انفصلوا. وفي الطلاق اذا طلق الرجل زوجته يقول هل بانت او ما بانت، وايضا البينونة يقول صغرى او كبرى. ايش معنى بانت؟ يعني انتهت العلاقة بينهم، يعني لو طلق رجل زوجته طلقة واحدة كم العدة؟ لو كانت والعدة اذا تختلف، لكن لو كانت مثلا ممن تحيض ثلاث حيض كما قال جل وعلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، انتهت ثلاث قروء اللي هو ثلاث حيض، فهنا قد بانت منه خلاص انقطعت منه ليست زوجته، ويجب عليها ان خلاص يعني تتغطى منه وتبتعد عنه. هذه يسمى بينونة صغرى. لماذا بينونة صغرى؟ لان طلقها طلقه واحده ويستطيع أن يرجع فيها بعقد جديد، يعني لو أراد أن يرجعها هي خاصة تستطيع أن تتزوج، وإذا أراد أن يتزوجها لابد أن تتزوج بعقد جديد. لكن هناك بينونة كبرى المراد بها أنه قد طلقها ثلاثا خلاص لن ترجع إليه، بينونة كبرى يعني انتهى ما بينهما، فلا يستطيع أن يرجعها حتى بالعقد، بل لابد أن تتزوج بزوج آخر وبعدها يحصل انفصال بينهما. فإذا حصل بينهما الانفصال من غير تعمد يحق له أن يتزوجها من جديد. أجبنا على هذا السؤال. هناك سؤال آخر. هنا سؤال تقول لو كان قتل خطأ، بعض العلماء يقول حتى لو كان خطأ، ولو لحقهم في التعريف يقول كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة. الذي يوجب الدية يدخل في الخطأ، لأن أصلا هي موجودة في سورة النساء في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال وما قتل خطأ، بداية الآية ذكرنا فيها الدية. فالتعريف انتبهوا للتعريف، التعريف قال كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، ما دام أن فيه دية فهو فيه كفارة، عفوا ما دام أن دية، الدية ستكون في ماذا؟ في الخطأ، ستكون في الخطأ. إن لو قتل شخصا آخر خطأ هنا لا يختص به، يعني كل قتل أوجب قصاصا، القصاص هو العمد، لكن كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو كفارة هذا يتكلم عن ماذا؟ على قتل الخطأ. هناك قتل شبه عمد، ومذهب الحنابلة يجعلونه جميعهم لا يرث، سواء كان القتل خطأ أو شبه عمد أو عمد. هل بقي سؤال؟ هل تقول كيف الأخ من الأم يرث وهو يعتبر من نسب آخر؟ يا إخوة، ليس الضابط أن يكون من نسب آخر، وأنا ذكرته فيما سبق، هي من الحكم، يعني ليست من
الأمور الشرطية أو من الأمور القواعد في ذلك، يعني هي قرينة أو حكمة. لكن يبقى أن الأخ اليوم ورد في النص، ورد في الآية، فلا بد أن يرث ما دام أنه ورد في النص، فلا بد أن يرث. زين، الآن الأم ترث وهي من نسب آخر، اتضح لكم هذا السؤال؟ اتضح لكم؟ الأم ترث والجدة ترث وهي من نسب آخر، الجدة سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. هذا السؤال يقول كيف الأخ من الأم يرث وهو من نسب آخر؟ ما لا إشكال في ذلك. هذا هو الدكتور القادم عملي، نريد منك أن تعطينا أسئلة وتدربنا على كيفية طرح الأسئلة. لا أخذناها، سنعطيكم أسئلة، يعني أخذنا أصحاب النص وأصحاب الربع أصحاب السدس، سنعطيكم أسئلة، يعني ستكون هناك تدريبات. لكن أيضا لا تتركوا سماع الحلقات المرئية، ففي الحلقات المرئية تدريبات كثيرة جدا، ونحن سنزيد على تلك التدريبات أو سنحل بعضها، لا نستطيع أن نأتي عليها كلها. فالحلقات المرئية 30 حلقة، ونحن لا يوجد لدينا إلا 12 حلقة، وقد ذهب منها 3 حلقات. هذا يقول يوجد عندنا تفريغ للمرئية، ممكن أرسلها عليك تطلع عليه. أنا لا أستطيع أن أقول لك خذ هذا التفريغ أو هذا التفريغ، هذا التفريغ تستفيد أنت منه، لكن أني أعتمده لأن يكون الأسئلة لا تخرج إلا منه، لا أستطيع ذلك، لأن هذا التفريغ قد يكون في خلل، قد يكون فيه نقص، قد لم يحوي على جميع ما في المحاضرات المرئية. الأمر الآخر، نحن مسألة تطبيقية، يعني عندما أنا أقول لك توفي رجل مثلا عن، أو عفوا توفيت امرأة مثلا عن زوج وابن، هي نفسها لو قلت لك مثلا توفيت امرأة عن زوج وابن ابن، لابد خلاص تتعود على هذا التطبيق، لا تكون على مسألة واحدة. عندما أقول لكم حاضر محمد الدرس، هي نفسها حاضر زيد الدرس، زيد ومحمد إعرابهما واحد، فانتبه لمثل هذا الأمر. أيضا لا أستطيع اعتماد هذا الأمر لأنه مخالف للأنظمة، والعمادة ترشدنا إلى الاكتفاء بالمحاضرات المرئية وهي الموجودة في الموقع فقط. وأيضا الأسئلة في الاختبارات قد لا تكون منحصرة في الأستاذ، قد تضعها العمادة، وهذا أمر خارج عن الإرادة. هذه يقول الباشر بالعتق تنتقد من بعده العصب بالنفس، يعني هذه ستأتي إن شاء الله معنا في العصبة، فنرجع إلى ذلك الوقت. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.